اقصد ازاي تبقى من الساحل او ازاي تبقى شاب سحلاوي؟ اول حاجه لو انت شاب انت لازم تلبس كتان. بص كتان زي كده، بنطلون، انا مش ببيع يعني، انا بقول لك فاهم، ده البنطلون وده القميص الوانه بقى. اكتر ناس بتلبس هناك ابيض، بتخش هناك والله العظيم تحس ان داخل المدينه المنوره حجاج. اول حاجه القميص هناك مش زي عندنا، القميص ثلاث زراير بس اللي تحت، هما ثلاث زراير اللي تحت بس، ولو انت جامد قوي زرارين بس، لو انت اجمد من هما الاثنين هتفتحه. السلاسل يا اما ضيقه جدا يا اما طويله جدا، مفيش وسط. في السليبر كنت عايز اجيبه بس لقيته ب 2800 جنيه فقلت يولع. بالنسبه لنضاره الشمس، لو انت فاكر نضاره الشمس بتتلبس بالنهار يبقى انت ما رحتش الساحل، لان هي بتتلبس بالليل اكتر. طبعا البنات عايزين يعرفوا لبسهم ايه، بس انا ما رحت الساحل حبيت ابص على البنات ما لقيتهمش لابسين، فانا مش عارف اقول ايه، فاهم؟ لو انت فاكر نفسك انك جامد فهتروح هتلاقي اللي اجمد منك، لو فاكر نفسك انك غني هتروح تلاقي اللي اغنى منك، لو فاكر نفسك معاك عربيه عاليه هتروح تلاقي اللي اعلى منك. لو معاك شاليه في اللي عنده فيلا، لو معاك فيلا في اللي عنده بيتش، لو معاك واحده جامده في اللي اجمد منها، لو معاك اللي اجمد منها ومع امها. اه والله دايما اليوم بيبدا بالليل، فتنزل بالليل يقول لك كان جامد فشخ بالنهار، فتطبق فتنزل بالنهار يقول لك في حد بينزل بالنهار، طب اعمل ايه؟ نيجي بالنسبه للحفلات، لان الموضوع ده مهم قوي والله العظيم، والله العظيم قابلني بوست على الفيسبوك في كذا مكان حفله لتامر حسني. الفئه الاولى 75000 جنيه، ركز معايا في التليفون، يعني ايه 75000 جنيه في حفله؟ هو اكيد الموضوع اكبر من ان انا اقعد في الصف الاول عشان ابقى في اي بي. هو اكيد تامر حسني هيغني في ودني، اكيد هيقعدني على حجره، اكيد هروح مع البيت. ده 75000 جنيه فاهم؟ والفئه الاخيره كام؟ 300 جنيه. قارن 300 ب 75000 جنيه، اكيد دول مش هيقفوا في الصف الاخير، دول مش هيحضروا الحفله اصلا، دول هيجوا بعد الحفله نحكي لهم ايه اللي حصل. اه والله العظيم ده اخرها. ببص تاني نازل لقيت لك حفله عبد الباسط حموده ب 320 جنيه فئه اولى. طب ما ده فنان كبير برضه يا جماعه، يعني انت لو معاك 1000 جنيه تطلع على الستيج ترمي معاه تراك وتنزله على قناتك على اليوتيوب وتدروش من الربح. ومثلا تلاقي البنت كاتبه مثلا فاتحه الستوري بتاع الانستجرام كاتبه ايه، مين بكره في الساحل، فدول اللي اطلقت عليهم متسولين الساحل. فيبدا طبعا واحد راجل جدع ياخدها معاه الساحل بكره، هي هتكتب مين بكره في الساحل ولا تكتب هو زين ساحل تومورو، لان ده هتفرق انت على حسب اللغه بتاعتك هتجيب كاتيجوري اعلى. قدر ده ماركتنج، كل ما هي بتعلي في اللغه هتوصل لكاتيجوري اعلى فهتعرف تجيب زبون اعلى. هو بيك اب تو كاير تومورو، بيك اب فاهم، شركه شحن، ده هياخدها بيك اب يوديها القاهره بيك اب. اه والله اوردر ويتر. بالنسبه للبنات اللي هي اصلا مش عارفه تبدا الحوار، يعني انا كلمتك ان ممكن البنت تبقى في الساحل فتدور على حد يرجعها، بتنزل صوره بالمايو السنه اللي فاتت وتكتب تيك مي باك، في الراجل الجدع بياخدها تيك مي باكها يوديها. ودايما لازم تركز على تشيك ان جدا، يعني لازم تعمل تشيك ان مراسي لو انت في المنظره المميز، ملهاش في الساحل مش مطلوب منك انك تعمل اللي عليك ولا انك تعمل جدع، بس مطلوب منك تعمل تاني لان التاني هيفرق. موضوع الساحل الطيب والشرير ده اتلغى، هو بقى في الساحل الشرير والساحل الشرير فشخ. انت داخل شايف عربيات غريبه، هم سابوا تنافس العربيات بقى بيتنافسوا في النمر، انت ليه متعبيتك يالا؟ انا ثلاث وحيد اسد، انت ايه؟ فاهم انا ثلاث وحيد احمد. خلاص يا باشا الناس دي عدت مرحله العربيات. البنزين هناك مش بتحط فيها بنزين، البنزين هناك معرض عربيات، الاطفال مش ماشيين على رجليهم، يا اما عربيات يا اما جولف كار، اي واحد واقف على رجله ده اصطف. يعني انا واقف الناس بتطلب مني حاجات اجيبها لها، يا باشا انا بصيف زيك بس انت واقف على رجلك. ايوه واقف على رجلي يا باشا، واقف على ايدي، معيش جولف كار انا. ايه مان، دايما في حاله عدم رضا في الساحل، دايما محدش راضي. تبقى قاعد في مارينا يتصلوا بك في مراسي يقول لك انت في مارينا؟ يا عم ده عمرو دياب ماشي على رجله بياخد سيلفي مع الناس، تاخد بعضك جاري على مراسي، انت في مراسي؟ ده محمد رمضان بيصور كليب عاوز وجوه جديده في مارينا، تروح جاري انت بقى فاهم؟ انت في مارينا؟ يا ابني رضا البحرافي جريك انت ازاي مش موجود؟ تعالى تروح له. في الاخر الحفلات ما بتخلص بس فلوسك هي اللي بتخلص. لازم البنت يكون لها صاحبه دي جي عشان يدخلها حفلات فري. يلا عشان نروح نتغدى في الماظه بي، نفتح اللوكيشن الماظه بي دي في ليبيا، هروح اكل في ليبيا يا صاحبي. اه ثلاث ساعات عشان ناكل، قسما بالله لو هجوع علقوا لي محلول ولا اروح. مفيش عدل، يا بتلاقي تسع بنات وثلاث ولاد يا 12 شاب، مفيش ميكس فاهم. دايما بنات كتير قوي مع ولدين، يا اما ولاد كتير قوي لوحدهم، زي احنا كده بنروح كام خمس رجاله وعايزين نشقط، ما ده مش صح، مش طبيعي يعني، هي المعادله نسبه مش طبيعيه، ما ينفعش. اخرك هتقابل واحده، ما هو مفيش واحده بتجيب اربعه اصحابها، مش موجوده دي. هناك كل حاجه بالكيو ار، كيو ار كود في مراسي، لازم كل حاجه على الباب كيو ار كود، داخل مول كيو ار كود. انك تخش بحر مراسي ده اصعب من انك تطلع فيزا شنجل، الموضوع صعب هناك جدا انك توصل للبحر،
في ثواب على البحر، هتاخد ثواب، ربنا هيكرمك. على فكره كلها بحر، بحر مالح. القصه كلها في الناس اللي على الرمله بصراحه، الناس اللي على الرمله بتفرق جامد. انا رحت شاطئ هناك، الرمله حلاوه طحينيه يا صاحبي، والله العظيم الرمله حلاوه طحينيه. انت عايز اجيب عيش تاكل افطر؟ لو انت فاكر ان التاتو حرام فانت ما رحتش الساحل، لان التاتو هناك كده تاكد زرار كده التاتو بقى موجود. التاتو دلوقتي ما بقاش انك بتكتب كلمه او حرف او رمز، بقى بتكتب ستوري ليك قديمه حزينه. في النهايه احب اقول لك ان في الساحل الحريم نفخ، والشباب زرع، والبنات قلعه، والدنيا ولعه.